خلينا ننقل على الكره الحلوه بقى، كره دوريات الاوروبا. قول يا مينا بس الاول كده، يعني انا بتهيالي ترتيب اهتمام العالم كله والمصريين بشكل خاص بدوريات اوروبا السنه دي هيختلف طبعا. يعني الاسباني كان لسنين طويله يمكن يكون واحد واثنين هو والدوري الانجليزي، شايف الترتيب هيكون ازاي الموسم ده؟ في رايي ان البريمير ليج هيفضل دايما هو رقم واحد، اكتر دوري قادر يجذب نجوم، اكتر دوري حاليا فعلا فيه تنافسيه. ده كل سنه بقى عندك توب 6، ما كانش حاجه اسمها توب 6، ابتدت تتحول لان كل الانديه قادره بتدفع فلوس وتجيب لعيبه. يمكن الانديه الانجليزيه اكتر انديه، ويمكن الانديه الوحيده اللي ما تاثرتش بعامل الكورونا في رايي، لان هناك لما تبص مثلا على الفلوس اللي بياخدها الهابط للتشامبيون شيب اكتر من اللي كسبه انتر ميلان كبطل الدوري الايطالي. بيديو دايما فكره الباراشوتنج عشان تقدر بعد كده تجيب لعيبه وتطلع تاني مره تانية. تمام، فدي نقطه مهمه. اعتقد الدوري الايطالي يظل جنه كره القدم لناس كتير. انا شخصيا صحيح ما لحقتش الجنه، ولكن انا مين في ايطاليا؟ انا بتفرج بشكل عام، بس احيانا بميل لانتر ميل لانتر شويه. مش عشان كسبوا الدوري، بس بصراحه كمان السنه فاتت في وجود كونتي من المدربين اللي بحبهم، وللاسف مش دايما مشروع انتر ميل مش بيكتمل، يعني دايما بيبقى فيه مشاكل، ولكن انا بحب الانتر شويه. اوكي، اعتقد الدوري الاسباني للاسف بريقه بيروح، يعني كده انجليزي ايطالي واسباني، ما ينفعش مش اسباني. لكن في رايي ان يعني حط الفرنساوي قبل الاسباني. ما انا شايف ان ميسي راح مدينه النور، لكن نوره دايما بيطغى حتى على باريس. أوكي. في رايي لا، الدوري الفرنسي دوري ضعيف في رايي مهما كان. حتى الدوري الالماني شويه بقى المنافسه برضو، مشكله البايرن هناك طول الوقت هو سابق الكل، فدي المشكله بتضعف المسابقه.